كنتمنى تكونوا لاباس بخير وعلى خير، وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال هذا النهار. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الخبز المسلوق او الخبز الايطالي الالماني كما كتعرفوهم. هاد الخبيزات هادو كيجيو على شكل لي باغيت، وخبيزه تايده ديال بحال همبرغر. يعني الخبيزات تقدر تعمرهم باي حاجه، باي حشوه، باي حاجه، يعني رائعين جدا. كيمكننا نعدلو فيهم السندويشات كما قلت لكم، كيجيو شي معجنين. ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. المقادير اللي غادي نحتاجو ان شاء الله: الخبز المسلوق او لا الخبز الالماني كما كيسميوه. غادي نحتاجو اول حاجه كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، كنحتاجو معها 150 مليلتر ديال الماء، 150 مليلتر ديال الحليب. كنحتاجو 150 مليلتر ديال الحليب، كنحتاجو مغرفه كبيره ديال الخميره الفوريه، وكنحتاجو مليحه، وكنحتاجو مغرفه ديال السكر، وكنحتاجو مغرفه كبيره ديال الزبده تكون عامره بالزبده. دابا ان شاء الله ندعو على بركه الله، نجيبو الاناء فيها غادي نعجنوها. بغيتو عجنوها بيدكم عجنوها بيدكم، يعني هي ماشي كديش يشد ليك بزاف. وغادي نخوي عليها الخميره الفوريه كما كتشوفوا، وغادي نخوي عليها مغرفه ديال الزبده، كلشي دفعه واحده، يعني نخوي كلشي مره. كتجي هاد الخبز رائعه، يمكننا نعملو بها السندويشات، يمكننا نعملو بها اي تحضيرات. كنزيدو لها مغرفه ديال السكر سنيده، وغادي نزيدو لها مليحه، مليحه على حسب الذوق. وغادي نزيدو لها الحليب هذا 150 مليلتر كامل، وغادي نزيدو لها النصف د هذا، نصف د الماء، وديك الساعه نخليو النصف ونبداو نعجنوها على بركه الله. وانتم معايا بعد ما سالت في العجين كتكون مدلوكه، واخا باليد كتدلك يعني داغيه، غير انا باش نختصر الوقت وصافي. كما كتشوفوا بعد ما تعجنت غادي نشبروها. شوف تبارك الله كش مدلوكه، كتكونش خفيفه هاد هاد العجينه، كتكون بلا عبار يعني. ها شتو كيفاش نيه. دابا ان شاء الله نخليها واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه وساعه نرجع معكم. شوفوا من بعد ما ارتاحت واحد 10 دقائق غادي نهزها وغادي نشكلها كما كتشوفوا. دابا غادي العجينه معجونه تبارك الله. دابا غادي نشكلها على مقسمه، شحال من جوج اشكال منها. غادي نعمل لي باغيت وغادي نعمل الخبيزات. دابا ان شاء الله غادي نقددو مقاد باطيسو، نحاول نجيبو مقاد باطيسو مقددين. هما كيجيو كيجيو 12، يعني 12 نص ديال هادو 6 وهادو 6. دابا ان شاء الله غادي نقددهم ونرجع معكم. دابا كما كتشوفوا هادو غادي نعملوهم فحال الخبيزات، يعني خبيزات هيدا مدورين فحال الهامبرغر، فحال نحاولوا ما نعملولهمش الطحين. هادو نخليهم غير هيدا، غير هيدا بحال الخبيزات. وناخذ شي صينيه تكون بالورق طا كما كتشوفوا، خليها على جنب. المهم انا كنعدل، وانا كنعدلهم تما كما شفتوا معايا خبيزه. إذا عملنا لطحين فحال اللي كدقص، يعني من الاحسن نعملو له هيدا
كتجي هاد الخبز تبارك الله رائعه، يعني اسمها تبارك الله راه اسمها كفاها، يعني اسمها الاسم ديالها الخبز الايطالي. باقي ان شاء الله غادي نحضر معكم الكعك الايطالي حق ماشي دابا، تن فيديو اخر ان شاء الله. دابا غير عملت هاد خبيزات، يمكن لك تعمل بهم الساندويشات، يمكن لكم تعملوا بهم بزاف ديال الحوايج. كما شفتوا معايا دابا باقي لي وحده هايدا، خليهم على جنب هادو كما شفتوا سته، حتى هادو غادي يعطيوني سته لي باغيت ان شاء الله. نحاول نقسمهم على سته، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ولكن نحاولو نقددوهم لي صغيرة. ولي عندهم ميزان خلاص يعني هداك بوحديتو يعني يوزن الوزن. دابا ان شاء الله هادي غنعملو لها الطحين كما شفتو معايا، جبت الطحين كنعملو لها الطحين شوية، ولكن حتى كنعملو لها هيدا كويرة باش كنبداو نطلقوها، حتى هي غادي تجي هادي باغيت كما شفتو معايا هيدا، وغادي نبقاو نعملو لها هيدا ندوروها. نتوما عملوهم قداش ما بغيتو، انا عملتهم غير صغارين حيت جات السندويشات وصافي، وانتم يمكن لكم تعملوه كيما بغيتو. غادي نشدو لهم الاطراف ديالهم من القاع باش ما يتفتحوش معانا ملي نكونو كنسلقوهم، كيجيو على هذا الشكل. انا عملتهم غير صغارين، نتوما يمكن لكم تكبروا يدكم. نفس العمليه غنعملها هنايا، باش كيجي ديك التلويه فيهم يعني كتجي رائعه. غادي نلوي نفس العمليه وغادي نبقى معاهم حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله كما كتشوفوا. هيدا كتشدوهم ضروري تشدوهم باش ملي نكونوا كنسلقوهم ما غاديش يتفتحوا معاكم. غادي نحطوهم في الصينيه وهانتوما معايا. ساليتهم هذا الطاويه نعملوها في القاع باش تخمر على هذا الشكل. دابا نخليوها حتى تخمر شي ربع ساعه هيدا ولا اكثر على حسب الخميره اللي عندكم وعلى حسب الجو. كاين الجو كيكون مثلا دغي يعني كيكون سخون دغي كيخمر العجين، كاين الجو كيكون مثلا بارد راه ما غاديش يخمر دغيا، وديك الساعه نتلاقاو باش نسلقوهم في الماء. وهانتوما معايا من بعد ما خمروا ضعف الحجم ديالهم. دابا ان شاء الله غلاو لي الماء، غادي نعمل بيكربونات الصودا هو هذا كما شفتوا. غادي نزيدوها مغروفه الثانيه ونعملو لها هكذا باش ما كطلعش ديك الغليان ديالها. دابا ان شاء الله غادي نبداو نطيحوا الخبز خبيزات هادو، غادي نطيحوهم في وسط الماء كما شفتوا معايا باش غادي تسلقوا في وسط الماء. خليهم واحد 30 ثانيه هادي وهادي كيش كيتضاعف الحجم ديالو. دابا غادي نزيدو اخرى باش باقي الماء فيهم. هذا هو السر ديال الخبز الايطالي كما شفتوا معايا، كيسلقوه باش كيعطي ديك الهشاشه ديالو. شي مشكل هيدا. دابا ان شاء الله غادي نزولها
قطرة نعملها في صينية، ضروري تكون فرشة صينية بورق الطبخ كما شفتوا معايا. ثاني وحدة وهذه الثالثة، دابا غادي نزيدو نكملو على هادو. خليهم 30 ثانية عاوتاني نزولوهم وهانتوما معايا، من بعد نجوزو نعملو لي باغيت. كما كتشوفو دابا غادي نعملو لي باغيت ديالنا كيكونو خامرين، يعني من الأحسن نعملوهم خامرين. وغادي نعملو أخرى، يعني طنجرة كبيرة، شو كيفاش كيتنفخو، يعني ديك بيكربونات الصودا أو الصوديوم. المهم تبارك الله عليه كتعطي واحد الهشاشة رائعة. الخبز الإيطالي كما كيسميوه الخبز الإيطالي، خليوه 35 ثانية، يعني 30 ثانية ونزولوه، غنبقى على هاد الشكل حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله، ساعه نرجع معاكم. من بعد ما ساليتهم كما كتشوفوا ساليتهم كاملين، دابا ندوزو باش نذوقوا المجوم وانتم معايا. انتم كما كتشوفوا ساليتهم، يعني طيبتهم في الماء، غادي نعمل لهم جريحه تاع في وجههم يكون المسح طاحن، كل واحد كيفاش كيبغي. بغيت تعملوا له زائد هيدا هيدا، كل واحد كيفاش كيبغي الزواق، يعني الفليحه اللي فلحتوها غادي تبقى. انا عجبوني هيدا بهاد الشريطات، وانتم عملوهم كيما ما بغيتو. بغيتو عملو لهم زائد كيما قلتكم عملوها منهم. هادو كذلك، هادو لي باغيت خلاص معروفين كيفاش كيعملو لهم، يعني شريطات هيدا. كنجرحو لهم وجههم باش كيجيو منظر مزيون. كاملين كما عدت معكم. دابا ان شاء الله غادي نعملو لهم الزنجلان. انا ما عنديش الابيض، هما كيعملوا بالابيض، ولكن انا ما عنديش محضور في الدار، يعني واجد في الدار. دابا ان شاء الله نرشو عليهم شويه ديال الزنجلان اختياري، يمكنكم تعوضوه بالبابو، ولكن انا كنعطيه لكم على الاصل ديالها، يعني الخبز الايطالي على الاصل ديالو كما شفتوا معايا. كاين اللي كيدهنوا بالبيضات، انا ما غاديش ندهنوا بالبيضات، غنعملوا له الاصل ديالو كما قلت لكم. ما ندهنها ما حتى حاجه، هايدا نخليها كما شفتوا معايا. دابا ان شاء الله الفران كيسخن، حيت الفران هي كتبغي الفران يكون سخون. دابا ان شاء الله غادي ندخلها الفران، مي غادي طيب غنرجعوا معكم في الشكل النهائي وهانتوما معايا. هو الشكل النهائي ديال لي باغيت ديالي كما كتشوفوا، وديال الخبيزات ديالي، الخبز الالماني، ديك الديكور اللي عملت هذا زائد، وهذا شرطتهم مصافي كما كتشوفوا. هذا هو الشكل النهائي، وكنتمنى الوصفه ديما تعجبكم. ما تنسونيش من لايك ودعموا القناه باش يوصلكم جديد. وشوف من داخل كيما كتشوفوها، من داخل راه ما كتجيش وباقا سخونه، ما كتجيش معجنه فتحتها، يعني الساندويشات عايجو فيها رائعين، والفطور ديال الاطفال ديالنا وكل شيء. وشكرا لكم على المشاهده.